مساء الخير. من كركوك للبصرة تأبى الأزمات أن تفارق العراق. سياسية الطابع، إدارية الملامح، تحاصصية النكهة والتركيب، أسماك العراق تنفق وآثاره تنهب، والجدار الآشوري الشهير تم بيعه ب31 مليون دولار. فهل تكفي هذه الصدمات لإيقاظ النائمين؟ أفاد أصحاب أحواض الأسماك في واسط بنفوق مئات الآلاف من أطنان الأسماك في أحواضهم لأسباب ما زالت مجهولة، وبهذا تلتحق واسط ببابل بالإضافة إلى كربلاء، وتقدر خسارة الثروة السمكية جراء هذه النفوقات بملياري دينار عراقي في بابل فقط حسب مطالعة سريعة من مختصي تربية الأسماك في المحافظة. طبعا شفنا هذه الصور المؤلمة صراحة، ونستغرب من عدم اكتراث المؤسسة الحكومية بكل التحذيرات التي سبقت من خطر الطفيليات الداهم على الأسماك العراقية. الأمم المتحدة حذرت من شهر الرابع من العام الماضي من خطر الديدان الطفيلية التي تصيب مياه آسيا العذبة ومنها العراق. وعلى فكرة تناولنا الخبر بالبرنامج ونقلنا التحذير بوقتها، وفي أوقات لاحقة قمنا بضيافة أكثر من مسؤول في وزارة الزراعة للوقوف على أصل الأزمة وسبل معالجتها، وما حصلنا حقيقة شيء واضح ودقيق سوى أن آفات الأسماك تحصيل حاصل للجفاف. لكن هذا الكلام مو واقعي لعدة أسباب. أولا أن طفيليات الأسماك ظاهرة عالمية، صارت مو فقط بالعراق، في بلدان أخرى تعاني، لا تعاني من جفاف بل تعاني من الفيضانات أحيانا. ثانيا طفيليات الأسماك ما ظهرت من أسابيع في بابل وقبلها بأشهر في شمال بغداد بالراشدية كما يقول مسؤولو الزراعة، لا ظهرت بداية في الفرات الأوسط وبالديوانية تحديدا في أحواض الأسماك. الخلل وين؟ مسؤولي العراق أن مسؤولي العراق لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يبالون، لا بل المعلومات اللي يجوز معظم المسؤولين ما يعرفوها. أول من رصد وحلل ظاهرة الديدان الطفيلية التي تصيب الأسماك العراقية باحثة عراقية متخصصة هي عاصفة مطرود ياسين من جامعة الديوانية، من خلال بحث أجرته على نفقتها الشخصية ب 13/3/2014، يعني قبل 4 سنوات. وإحنا بصراحة نحيي هذه الباحثة العراقية البطلة اللي توصلت إلى نتائج علمية جدا دقيقة تفيد أن نسبة 61% من أسماك الأحواض في الديوانية مصابة أو حاملة للأمراض الطفيلية. طبعا هيك بحث مو سهل على إمكانات فردية مضنية، المفروض تقوم بوزارات، لكن مصير البحث الرفوف، بقى على الرفوف وكأنه لم يكتب أساسا. والكل يعرف أنه في 2014 ما كان العراق يعاني من الجفاف كما قالت وزارة الزراعة. عموما الحديث المرير بهذه القضية طول، ولسنا بصدد التقريع بقدر اهتمامنا الحقيقي بضرورة التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة السمكية العراقية. وننصح وزارة الزراعة بالاستفادة من الخبرات العراقية الأكاديمية بهذا الخصوص. نجي على الكارثة العراقية الأخرى واللي أيضا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها رغم التحذيرات. قبل كم يوم طلع قيس حسين رشيد وكيل وزارة الثقافة ومسؤول الآثار في الوزارة في بيان يناشد فيه بمنع بيع جدارية هامة تعود للملك الآشوري آشور ناصر بال الثاني في مزاد كريستي الشهير. أنا أريد أقول لك يا أخي، أنت وين كنت نايم؟ الجدارية انباعت وراحت ب31 مليون دولار، وانت يمكن ما تدري. شوف الخبر اذا تعرف تقرا انجليزي. اللي يدق الواحد انه توسلنا بيكم الاسبوع الماضي مقابل واحد منكم يطلع ويانا بهذا البرنامج فقط للحديث عن هذا الموضوع ورفضته، ولا يمكم مكتبكم الاعلامي يا سياده الوكيل. ايش قال لنا الاسبوع الماضي؟ السيد وكيل الثقافه المسؤول عن الاثار ما يصرح اعلاميا الان في هذه الفتره لحين ما يتم تسميه وزير للوزاره.
هاي ما فهمناها، ما جاي افهمها، يعني شلون نقول للمزاد اوقف لا تبيع الجداريه العراقيه الاثريه لحد ما يصير عندنا وزير للثقافه؟ عزيزي الجدارية انباعت ب 31 مليون دولار في غمرة فرح المشتري والمزاد معا وأسى وحزن العراقيين على تاريخهم المنهوب والمبدد. وهذه الجدارية مو الوحيدة المسروقة من آثار العراق، ولو أكو ضمير إداري كان ينفتح تحقيق فورا في فقدان وتبديد 6000 قطعة أثرية مسجلة، نقول مسجلة، ملك للمتحف العراقي اللي حضرتك يا سيادة الوكيل كنت مدير إله قبل أن يتم ترقيتك إلى وكيل لوزارة الثقافة، مو هيجي؟ لمن كركوك حوار قديم يتجدد ومستقبل يشوبه القلق. هل تسير بوصلة الأحداث في كركوك نحو التهدئة؟ هل تمضي نحو تفاهمات مشتركة بين الأطراف؟ ما الذي يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية برهم صالح في حواراته الكركوكية؟ ملف كركوك على طاولة الحوار مع السيد أحمد حيدر النائب التركماني من كركوك، سيكون معنا هنا في الاستوديو، وعبر الهاتف سيكون معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بيستون زنقنا. سيد أحمد يا هلا بك، شكرا لحضورك، نورتنا بحضورك، يا هلا مرحبا، تفضل استريح. الله بالخير. الله بالخير والعافية، شلونك بسلامة؟ الحمد لله على سلامتك، جاي من كركوك. تسلم، الله يسلمك. اكو حوارات وتفاهمات، الحديث عن تفاهم، حوارات اجريت بين السيد رئيس الجمهورية مع السيد رئيس الوزراء، وكانت اكو انباء تتحدث عن اتفاق، شبه اتفاق بنقاط معينة لم يتم الإعلان عنها، لم يتم الإفصاح عنها. اولا، هل انتم جزء من هذه الحوارات؟ ثانيا، شنو هاي النقاط؟ كيف ستحل أزمة كركوك؟ او هذه الحوارات الى ماذا ستمهد من مفاوضات للمرحلة القادمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لمشاهديك الكرام. اهلا مرحبا جنابكم الكريم. بالنسبه للحوارات، اعتقد الى الان لم يتم، ليس هنالك حوارات جديه بهذا الصدد، ولكن هنالك نيه. نحن عندما زرنا فخامه رئيس الجمهوريه لتقديم التهنئه لشخصه الكريم، قدم هذه الاطروحه انه انا عندي نيه بعد تشكيل الحكومه انه اطرح فتسوي او فتحل مشروع خارطه الطريق لحل مساله كركوك بين مكونات كركوك. وسمعنا من فخامته رايه في هذا الصدد، وكانت آراءه إيجابية بصراحة، يعني كان الأخوة من اتحاد الوطن أيضا، قسم أعضاء اتحاد الوطن أيضا حاضرين في ذلك الاجتماع. طرح مواضيع أنه مشكلة كركوك، أنه إحنا نشوف لازم مشكلة كركوك ينحل بين مكونات كركوك، أنتوا الكركوكيين تقعدون على طاولة حوار. وقال بالناس التطبيع في خطاب إلى بسليمانية أو بحلبشة ما أذكر بالضبط، التطبيع يجب أن يكون من خلال العودة للسكان الأصليين. نعم. هاي نقطة جدا مهمة حرجع لها، لكن قبل ما أرجع لها، هل في هذا الاجتماع أم في اجتماع آخر تم عرض موضوع عودة البيشمركة إلى كركوك ورفضكم بعد ذلك؟ من عرض عودة البيشمركة إلى كركوك، ولماذا هذا الرفض من قبلكم؟ مسألة عودة البيشمركة أعتقد تعرض عن طريق الإعلام. إلى الآن مثل ما قلت جنابك، يقول السيد برهم صالح فتح هذا الموضوع وياكم فيما يخص عودة البيشمركة إلى كركوك، وجاوبتوه بشكل مباشر وواضح، نرفض عودة البيشمركة إلى كركوك وإلى باقي المناطق المتنازع عليها. أبدا، فخامته أصلا رعى، يعني طرح الفكرة كرئيس جمهورية راعي لكل المكونات ولمصالح كل المكونات، أنه أنتم الكركوكيين تقعدون بيناتكم وتتفقون على الأمور اللي تفيد كركوك. كركوك مدينة غنية تنتظرها مستقبل، خلينا نقول مشرق، إذا ما تم الاتفاق بين مكوناتها وعدم تعطيل هذه الثروات بكركوك. يعني نقاط عامة طرحها أنه نعم الكل معترفون أنه ما قبل 16/10 الوضع ما كان وضع سليم، وضع إدارة كركوك كان متفرد، والوضع ما بعد 16/10 أيضا فخامته أشار، قال وضع ما بعد 16/10 أيضا وضع. أنا سأحكي لك عن الأمور اللي هو حضرتك مو متحدث باسم فخامته. أكيد أكيد، حروح للسيد بيستون زنقنا بعد قليل وخليه يتحدث باسم فخامته أو باسم الاتحاد الوطني. مكون تركماني لديه رؤية، لديه مطالب، هل أنتم مع عودة البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها ممكن تقبلون بهذا الخيار، أو شنو خياراتكم الأخرى لحل حالة أزمة كركوك خلال المرحلة القادمة؟ قطعا إذا جلسنا في حوارات مباشرة، نحن ضد عودة البيشمركة. لا نرى أن هنالك ضرورة لعودة البيشمركة، عندنا مقترحات بديلة
انه ان يتم تشكيل قوه مشتركه من ابناء المحافظه نفسها كرد عرب تركمان بنسب معينه بنسبه 32% لكل مكون، وهذه القوه هي التي تاخذ على عاتقها حمايه كركوك. واضح. اعطيني مجال شوي من فضلك سيد احمد. سيد بيستون زنقنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، اهلا بك. اهلا وسهلا بك يا اهلا مرحبا بمشاهديك واهلا بضيفك الكريم. الحديث بوسائل الاعلام وما اعرف مدى دقه هذه الاحاديث وهذه الانباء عن تفاهمات رؤيه نوعا ما مشتركه، نقاط تم الاتفاق عليها ولم يتم الافصاح عنها بين السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، ماذا تم التباحث بشانه؟ على ماذا اتفقا؟ الى ماذا ستمهد هذه الحوارات للمرحله القادمه فيما يخص ازمه كركوك او مشكله كركوك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الكريم، موضوع كركوك هي موضوع شائك ومعقد، ولكن حلها اكيد بيد ابناء شعب كركوك نفسهم. وكركوك هي مدينه عراقيه، مدينه متنوعه فيها جميع مكونات الشعب العراقي، ولكن استغرب من السيد احمد يقول نحن نرفض عوده البيشمركة والذي من 2014 بهجمات الداعش اللي هو الذي هو يسكن في منطقه التازه والبشير. ابناء بيشمركة حموا جميع اهل كركوك بجميع مكوناته. خلال 4 سنوات كانت هناك شبه هجمات على كركوك. حرجع لك على هاي النقطه. نعم. مساله ما بعد 16/10 خروج البيشمركة، باقي المكونات تقول البيشمركة قام بانتهاكات ضد حقوق الانسان، ضد حقوق التركمان والعرب. حرجع لك على هاي النقطه. اريد بالبدايه افهم الى ماذا توصل كل من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء الحديث عن نقاط وتفاهمات حتى نعرف حتى. نعم. الصوره تكون واضحه من فضلك. نحن كتفاهمات التي حصلت بين السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء وبعض مكونات اهل كركوك في اجتماعات منفرده، كانت هناك نية في حل هذا الموضوع، ويجب أن يحل هذا الموضوع بأسرع وقت بعد تشكيل الحكومة، لأن الوضع الحالي هي ليس بوضع مستقر في كثير. الحل من عن طريق العودة إلى المادة 140. نحن هي المادة المتوفرة دستوريا، وخلاص أهل كركوك. نعم. الأصليين كما عبر عنهم السيد رئيس الجمهورية هم من يقرروا مصير كركوك، مو هالشكل؟ بالنسبه لكركوك نحن لا نريد اكثر مما حدده الدستور، مثل ما تفضلت ماده 140 هي الحل والفيصل في الموضوع كركوك المشكله. خلي اركز على هاي النقطه المهمه اذا تسمح لي، تحمل مقاطعاتي شويه من فضلك. ارجع لك على البيشمركة. قبل ذلك اكو نقطه اهم. من هم سكان كركوك الأصليين؟ السيد رئيس الجمهورية برهم صالح يقول العودة إلى سكان كركوك الأصليين، من هم؟ من يحددهم السكان الأصليين في يعتمد على ماذا؟ نحن نعتمد، هل نعتمد على السجلات القديمة؟ هل نعتمد على الانتخابات التي حصلت من بعد 2003؟ نعم. هل نعتمد على المقابر؟ هل نعتمد على ماذا؟ فكلها نحن مستعدون لكي يكون لكل مكون حقها في التمثيل في داخل هذه المحافظة. لا نريد غير حقنا، ونحن نطالب أن يكون كركوك حلها دستوريا وقانونيا، غير ذلك لم نطالب. نحن شاركنا في هذه الدولة من 2003، والآن في هذه الحكومة نريد أن نكون شركاء حقيقيين وليس مشاركين فقط. نحن نعتمد على الشراكة والتوافق والتوازن في كل بالنسبه للقوى الكرديه، وخاصه بالنسبه للاتحاد الوطني الكردستاني وهذه المناطق التي فيها مشاكل. عندكم منصب رئيس الجمهوريه خطيه المكون التركماني، الاخوه التركمان كل شيء، منصب مدير عام كل ما عندهم كركوك. نحن معهم. عندكم منصب رئيس الجمهوريه، اعطيني مجال شويه ارجع لك بعد قليل من فضلك. استاذي الكريم، نحن مع التركمان ان ياخذوا منصب، لان اذا التركمان اخذوا منصب اكيد نحن اهل كركوك سوف نستفاد من هذا المنصب، اذا كان وزير او اذا كان نائب رئيس جمهوريه او اي منصب، ونحن داعمين لهذا الشيء. نحن مع التركمان ناس اصلاء موجودين في كركوك، ومع عرب الحقيقيين الموجود في كركوك. نحن لا ننكر حصه اي مكون في محافظه كركوك، ولكن نحن نعتمد على، يجب ان نعتمد على اليه مقنعه لجميع الجهات. فالاليه، هل هي اليه الانتخابات؟ هل هي اليه سجلات الناخبين؟ هل هي اليه المقابر الجماعيه السؤال الاهم من سينتخب؟ من سيقرر؟ سكان كركوك الاصليين اكو اشكاليه بخصوص هذه النقطه، حضرتك ما حددت، اعطيني مجال شويه وارجع لك بعد قليل، من سكان كركوك الاصليين؟ يعني من يحدد انه هذول سكان كركوك الاصليين والاخرين غرباء عن كركوك؟ هو هنا تكمن المشكله.
احنا صار لنا 13 سنه في لغط من سكان كركوك الاصليين، كل من يدعي كركوك لنفسه. العوده على ماذا نعتمد؟ العوده ليا تعداد، على ماذا نعتمد؟ هسه تعداد 57، اغلب المكونات متفقين على انه تعداد 57، لم يكن هنالك تعريب او تكريد لكركوك او تتريك لكركوك حسب ما يدعون. ولكن سجلنا 57، مدى جديتنا في الرجوع لها؟ مدى جديه الحكومه في هذا الامر واجهزه الحكومه؟ 13 سنه نفس الجدل نفتر وندور حوله، بقيه السكان اللي اجوا الكركوك، والدستور اللي يكفل كل عراقي انه يعيش باي مكان يختار من العراق. العراق مو بلد موحد، نحن خلينا نجي اول شيء نتفق على انه كركوك جزء من العراق، وانه كركوك عراقيه ولا اذا كركوك عراقيه معناته كل عراقي يقدر يعيش به. خلينا نرجع للاحصاء 57 مثل ما قلت، شنو هي اليات تطبيق هذا الامر؟ من اللي راح يشرف؟ جهه امميه، جهه داخليه؟ هل اكو ثقه بين الاطراف انه خلينا نقول ثقه بمكونات كركوك باجهزه الدوله، اجهزه الحكومه، انه هي اللي تيجي تباشر بهالامر؟ احنا شفنا الانتخابات الاخيره اللي صارت في كركوك، اغلب مكونات كركوك رفضت انتاج هذه الانتخابات. نحن بهالوضع اللي يمر به البلد، وكل انتخابات والتشكيك والتزوير وشبهات التزوير اللي تصير بالانتخابات، شلون نقرر مصير محافظه على هالوضع؟ نعم، خلي يصير استقرار، خلي يصير استقرار باجهزه الدوله، الكل يطمئنون بهالدوله انه حقوقهم محفوظه ومكفوله، ونتفق على الاليات، ونتفق من هم السكان الاصليين الى حين. هاي مراحل متقدمه. انتم الان بصدد الاشتراك في حوارات بخصوص تهدئه الاوضاع في كركوك. على ما اعتقد قبل ساعات كان اكو صدام بداقوق بين فلاحين كرد وعرب، مو هيجي، وممكن هاي الصدامات تتحول الى مناطق اخرى. يقول لك اكو حتى داعش في اطراف كركوك وخلايا نائمه داخل كركوك. انتم الان رافضين عوده البيشمركه وتطالبون بقوات مشتركه، الا تكفي القوات العراقيه الموجوده في كركوك لتحقيق الامن في كركوك؟ هذا اولا. ثانيا، لماذا هذا الرفض الجازم القاطع لعوده البيشمركه الى كركوك وهو مطلب مهم من مطالب المكون الكردي؟ هذا سؤال المفروض يطرح على الاخوه الكرد، لماذا طلب قدوم البيشمركه؟ الاخ اشار الى وقوف البيشمركه، ونحن لم ننكر ان الاخوه في البيشمركه والحشد وأبناء الجنوب وقفوا صفا واحدا في سواتر الدفاع عن كركوك وقدموا التضحيات والشهداء، وهذه الأمور تحسب لهم لجميع القوات التي دافعت عن كركوك. ولكن ذلك الظرف كان ظرف استثنائي، الدولة تمر في حالة حرب وكل القوات استنفرت للدفاع عن هذه المحافظة، عن هذه الأماكن. ولكن بعد انتهاء هذا الحرب أعتقد أهل كركوك أولى بعربه وكرده وتركمانه، هم أولى بحماية محافظتهم من قوات تأتي من خارج المحافظة، من قوات تأتي من خارج. وإذا ما صار هنالك حاجة أو داعي لاستخدام ولا لو خليني أغادر هاي اللغة إلى لغة أخرى إحنا نعرفها، لا توجد ثقة بالبيشمركة من قبل المكونين العربي والتركماني بسبب اتهامات كانت حاضرة طيلة المدة الماضية موجهة إلى البيشمركة، قام بانتهاكات بحق المكون التركماني والمكون العربي، مو هالشكل؟ موجود هكذا اتهام بالاخص من الاخوه العرب، يعني لا حتى من عندكم، حتى من عندكم تحدثتوا عنها هكذا انتهاكات؟ موجوده انتهاكات كانت موجوده قبل 2014، يعني اعتقد بسبب الظروف اللي قبل 2017، بسبب الظروف الاداريه السيئه في المحافظه. سيد بيستون الكلام حمل البيشمركه كل الاخطاء التي صارت، الكلام واضح، ما اعرف يا شق من الشقين تريد تتحدث عنه، تعداد 57 والعوده الى مستقبلا، وما اعرف خلال المستقبل القريب ام البعيد ان سارت الحوارات بشكل جيد، ام تريد تتحدث على عوده البيشمركه؟ يقول لك مرفوض عوده البيشمركه من قبل المكونين العربي والتركماني بسبب ما قامت به البيشمركه قبل 16/10. استاذي الكريم، انا راح اتحدث عن الشقين. اذا كان مطلب التركمان والعرب في هذه المحافظة تعداد 57 فلا بأس بها، نحن حاضرون إلى 57، ولكي يكون التعداد سجلات 57 هي الفيصل في كركوك. إذا كانت سجلات 57 لا يعتمدون عليها فلنذهب إلى انتخابات 2005 و2010 و14 و18، هذه كلها انتخابات أحدثت. إذا كانت في انتخابات بعد سقوط الحكومة كانت يشكون أن فيها تزويرا، ف2018 لا يوجد كانت فيها قوات كردية
كرديه في هذه المحافظه ولا يوجد مسؤولين كرد في هذه المحافظه، فقط الناس الموجودين هم الناس الاصليين الكركوكيين اللي كانوا موجودين، وبعض الناس وبعض القوى السياسيه غادرت الانتخابات 2018 لم تشارك فيها وحصدنا نصف مقاعد كركوك، وهذه انتخابات اذا كانت الانتخابات السابقه فيها شكوك فهذه الانتخابات هي انتخابات فيصليه، فلنعتمد على هذه؟ ولماذا الانتخابات اذا كانت الاحزاب تقوم بالانتخابات؟ تقصد بالانتخابات سيد بيستون تتحدث عن الانتخابات، تتحدث عن السجل الانتخابي، مو هذا قصدك؟ نعم الانتخابات التي حصلت في السجل الانتخابي تعتمد على السجل الانتخابي ان لم يتم الاعتماد على تعداد 57، مو هذا هم بي مشكله، انا من هسه اقول لك حيعترضون عليه، يقول لك تم تكريد كركوك خلال 15 سنه الماضيه. استاذي عزيزي اذا كانت تم تكريد كركوك ففي 2018 لم يكن اصلا حزب من الاحزاب وطرف من الاطراف اصلا لم يشارك في كركوك، وكثير من الناس كانوا خارج محافظة كركوك الذين كانوا في أشمرقة وقوات آسايش لم يشاركوا في الانتخابات، والانتخابات جرت في كركوك فقط الناس الموظفين والناس الأهالي الناس العزل اللي باقين في كركوك صوتوا لأهل كركوك ولأحزاب الكردية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني وحصل نصف مقاعد كركوك، فهذه النقطة. والنقطة الثانية بالنسبة لفي أشمرقة، السيد أحمد عضو مجلس النواب العراقي يعرف في موازنة 2018 و19 والآن موجودة البيشمركة جزء من القوات البرية العراقية، أليس جزء من القوات البرية العراقية؟ ليش لديها الحق أن يكون في كركوك ومن أبناء كركوك؟ فإذا كانت هناك قوة مشتركة من جميع مكونات أهل كركوك فلا بأس بها. ووجه لك سؤال سيد أحمد قبل قليل سيد بيستون، قال لك ليش هذا الإصرار؟ ليش تريدون البيشمركة ترجع؟ وفعلا هل القوات الموجودة حاليا لا تكفي، لا تفي بالغرض، لا توفر الأمن حتى تأتي المطالبات من الاتحاد الوطني ومن باقي الأحزاب الكردية بعودة البيشمركة؟ شنو اللي حيقوم به البيشمركة أكثر من القوات الموجودة الآن في كركوك؟ لا لماذا هو يصر عدم عودة البيشمركة وهي جزء من القوات البرية العراقية، ولماذا لا يكون جزء في هذه المحافظة؟ يقول لك قاموا بانتهاكات في مرحلة سابقة ضد المكونين العربي والتركماني. اكيد انا الان اقول هناك انتهاكات من قبل القوات اللي موجوده في كركوك ومن قبل الحشد الشعبي اللي موجود في كركوك، هذا الكلام صحيح 100%؟ الا يوجد في مناطق اخرى غير كركوك انتهاكات من قبل القوات؟ الا يوجد في المناطق الغربيه انتهاكات؟ الا يوجد في الجنوب انتهاكات؟ وليست انتهاكات، هذه القوات العسكريه الموجوده في كركوك والحشد الشعبي والبيشمركة التي كانت موجودة، أكيد هناك بعض الخروقات البسيطة، هذا لا يعتمد، هذا بس حجة شمعة، يعني الجماعة معلقين نفسهم بأنه البيشمركة سوى انتهاكات. أي انتهاكات هذه الانتهاكات؟ وأهل كركوك نصها أكثر من نصف سكان كركوك هم من الكرد، لماذا لا يكون البيشمركة في هذه المناطق؟ إذا كانت هناك انتهاكات فكيف يكون هو جزء من المنظومة العسكرية البرية العراقية؟ واضح يعني شيء ما يشبه شيء، فيجب أن نكون مقنعين نحن أهل كركوك، نقعد على طاولة مفاوضات لحل هذه الأمور، وهناك نقاط مركزية موجودة يجب أن يكون هناك عودة الاستقرار إلى كركوك بوجود جميع قوات من البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي لكي نرجع قبل ما 2014 من كانت القوات المشتركة نوعا ما أكو تلاقي. الحديث مثلا أنت تتحدث الآن عن القوات العراقية البيشمركة الحشد الشعبي، السيد أحمد تحدث عن قوات مشتركة، بالتالي أكو إمكانية، أكو لغة تفاهم، ممكن نوصل إلى منطقة تكون يعني يكون الجميع راضين بها. نعم اكيد اكو هناك لازم نصل الى حل، ولكن شكرك سيد بيستون زنقن، انا الوقت عندي خلاص، الوقت عندي ضيق، ارجو المعذره. سيد بيستون زنقن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا. السيد محمد تقي عندكم قيادي تركماني، السيد محمد تقي يقول ابلغنا السيد برهم صالح برفض عوده البيشمركه لكركوك والمناطق المتنازع عليها، بالتالي اما السيد برهم صالح هو من عرض هذا الامر او جهات اخرى عرضت عوده البيشمركه في اجتماع معكم؟ لم يعرضوا ابدا مساله عوده البيشمركة، انما عرض مساله الحوار السياسي من اجل اداره كركوك، الاتفاق حول اداره كركوك، اذا احنا ما نتفق على اداره كركوك اعتقد اي اتفاق ما راح يصير بالنسبه للقوات الامنيه. احنا الاتفاق على اداره كركوك وضح لي اكثر، ما جاي افهم هاي النقطه. المحافظ ومجلس المحافظه، تفعيل مجلس المحافظه، عوده مجلس المحافظه لكي يزاول اعماله، المحافظ ليس وكاله، محافظ بالاصاله يدير كركوك، وهذا الاتفاق على إدارة كركوك، تقاسم السلطات في كركوك، هاي كلها تريدوها قبل الانتخابات المحلية القادمة؟
أعتقد صعب قبل الانتخابات المحلية صعب. القادمة. يعني فبالتالي الانتخابات المحلية القادمة هي من تحدد من هو محافظ، من هو رئيس مجلس محافظة. الوضع يمشي على ما هو عليه، وأعتقد الناس ما مشتكي عن هسه الوضع الأمني، مستتب الوضع الأمني أحسن بكثير مما كان موجود. لكن أنتم تشتكون بخصوص حصصكم داخل كركوك، بخصوص المناصب داخل كركوك. أعتقد تم تشكيل لجان من قبل أمانة الوزراء لتحقيق التوازن في كركوك، والأمر الآن مطروح في محافظة كركوك، وبالفعل تم خلينا نقول تم تحقيق التوازن في قسم من الدوائر، في قسم من الدوائر يعني في كصفقات، كصفقة أولية مثلا تم تقسيم مدراء العامين الصحة والتربية والشرطة بين المكونات بين المكونات الثلاثة، والأمر كان ناجح، وجو ناس يعني تكنوقراط واستلموا هالمناصب، والناس راضين هسه الوضع يمشي نحو الأحسن. واضح. فلا بد من خلق جو من الثقة بين المكونات. هذا الجو انفقد قبل 16/10، لازم نرجع هذا الثقة بين المكونات، ثم نمضي نحو المناصب الأخرى، نحو إدارة كركوك بعد الانتخابات المحلية القادمة، ونحقق توازن في إدارة مجلس محافظة كركوك ومحافظة كركوك، ومن ثم نفكر ونطرح الملفات الأمنية. هل بيشمرق يرجعون أو ما؟ هل بيشمرق راح يصيرون جزء من القوات الاتحادية ويتم تحريكهم من قبل رئيس الوزراء، أم لا راح يبقون تابعين للأحزاب والإقليم؟ كل هذه لكل سبيل جواب. خلينا نشكرك سيد أحمد حيدر النائب التركماني من كركوك، شكرا لحضورك. يا هلا ومرحبا. حسرة البصرة، كرة في ملعب البرلمان والحكومة والإدارة المحلية. البصرة راي ياخذها وراي يرجعها، وعد يسحبها ووعد يدفعها. يا جماعة الناس بالآلاف في المستشفيات والشباب عاطلون والأزمات كثيرة، فهل اختيار وزير من البصرة هو الحل الكفيل في إزالة هذه الأزمات؟ وهل وقوف البصرة على دكة الانتظار لإقرار موازنة بعلم الغيب سوف يقنع الأزمات الملحة بالتريث؟ المستوى السياسي يفكر بالمغانم الإدارية، من المسؤول عن حال البصرة الغنية الغارقة بالفقر والملح والمرض؟ معنا عبر الأقمار السيد مهدي التميمي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف النائب عن محافظة البصرة السيد محمد المنصوري. الحوار بعد الفاصل. مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة السيد مهدي التميمي، أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. يا هلا ومرحبا. شقد وصلت عدد حالات التسمم في البصرة سيد مهدي جراء تلوث المياه؟ اليوم حقيقة رغم انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب على الماء، لأن اليوم الماء لا يختلف، هو عرض وطلب، فاليوم الطلب قل على الماء لأنه انخفاض درجات الحرارة والأجواء باردة هذه المرة، ولكن لا تزال حالات التسمم تسجل في مستشفيات البصرة، ووصل الحال أو العدد إلى 118,000 إصابة، وتجاوز هذا العدد، يعني بدأ يتجاوز 118,000 حالة، وربما الفارق بين 117,000 و118,000 هي أيام قليلة، وإذا ما قورنت مع أيام الصيف. أذكر قبل أسابيع أو مو قبل أسابيع، درجات الحرارة قبل أسبوعين أو ثلاثة كان الحديث عن 111,000، الآن الحديث عن 118,000. نعم. ممكن بعد أسبوعين أو ثلاثة نلتقي ويا جنابك نتحدث. نعم. عن 125,000. فبالتالي هاي الأرقام. نعم. التصاعدية تعطي مؤشر واضح أنه أي إجراءات حكومية من قبل حكومة بغداد أو الحكومة المحلية في البصرة لا توجد. كل الوعود اللي سمعناها من يوم خرجوا المتظاهرين إلى الآن ما أعرف شو أسميها، سميها وعود فاشوشية؟ يعني حقيقة اليوم أنا أوجه ربما كلماتي أو أوجه حقيقة مطالبتي للحكومة الجديدة بأن يكون المحك في الاختبار بين قوسين حقوق البصرة. يعني اليوم الخطة الحكومية أو يعني ما قرئ من أو ما تم تقديمه من السيد رئيس الوزراء
بخطة العمل للوزارة الجديدة تخلو حقيقة وللأسف من البصرة. يعني اليوم المفروض تكون هذه الخطة تتضمن حقوق البصرة، حقوق البصرة، الحقوق التي يطالب بها أهلها، الحقوق على أقل تقدير. اليوم تحتاج البصرة إلى حق الحياة بشكل بسيط، وهو الهواء، المياه الصحية أو المياه المقبولة، والهواء الذي يصل إلى بيوتاتهم يحمل الحقيقة نسبة عالية من عدم التلوث. اليوم هاي الأمال والمطالبات من الحكومة الاتحادية في بغداد وهي للتو شكلت، فما نقدر لا نقولها عافية عليك ولا نقولها قصرتي. الآن أكو حكومة محلية هي أموال وصلت لها قبل فترة من الحكومة السابقة في بغداد إلى الحكومة المحلية. هل أكو شيء تغير؟ أكو شيء صار؟ هسه الوعود سمعناها بما فيه الكفاية، الإصابات جاي ترتفع، أكو شيء تغير؟ إحنا سمعنا أنه أكو مي حلو وصل لبعض المناطق، من تقول لي 118,000 بعد ما كان 111,000 قبل أيام، معناتها ما وصل هذا المي الحلو. اليوم المياه أخي الكريم، المياه في البصرة لا تزال ملوثة. نعم وصلت كميات من المياه الحلوة بعد عملية تدخل وإصلاحات إلى مناطق في البصرة، ولكن تأثير المياه المالحة، لأنه اليوم يستخدمون نظام المراشنة، هذا النظام يعني اليوم يومين مالح يومين حلو، عندما يعود المالح يعود معه بسميته بتلوثه. واضح. وبالتالي أريد العمل أريد أسألك، أنا الوقت ضاغط علي، أريد أسألك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستشفيات، عشرات داخلة عشرات خارجة من هذه المراكز والمستشفيات، الخدمات الصحية جيدة متوفرة للمصابين من أهل البصرة؟ يعني اليوم الخدمات التي تقدم أخي الكريم يعني هي مجرد عملية معالجة سريعة لأزمة المغص وأزمة التلوث. يعني من يدخل مصاب بالتسمم يعالج بشكل سريع عبر إعطاء المغذيات وهذه المضادات للمغص وللألم، ولكن لو رجعنا لأيام الصيف كانت هناك أكثر حالات الشراء أو حالات شراء لأدوية عديدة تكون من السوق المحلية، إضافة إلى أن الكوادر الثانوية وليست الكوادر الأولية من الأطباء، الكوادر الثانوية كانت تعاني من نقص كبير، لأنه يعمل الموظف على مدار 24 ساعة ولا يستطيع أن يوفي أعداد أو يتعامل مع الأعداد الموجودة. ولهذا كان طلبنا من وزارة الصحة العراقية أن ترفض، يعني لو كان هناك إعلان بأن البصرة تمر بأزمة إنسانية كان هناك توجه أو توجيه بأنه توجه الكوادر الطبية وعلى أقل تقدير من المحافظات القريبة حتى تسند الكوادر البصرية. اليوم البصرة أخي الكريم لا تعاني فقط تسمم المياه، يعني اليوم كوادر البصرة الطبية لديها الأمراض أو مراكز الأورام السرطانية مثلا، لدينا ربما البصرة اليوم تعالج أكثر من 800 حالة شهريا بين 700 وفوق 800، يعني هذا رقم تقريبا شبه ثابت وإحصائيات رسمية. يعني اليوم الكوادر الطبية ناهيك عن مسألة هذا الحقيقة، هذه الأزمة الجديدة وهي أزمة التلوث. الكوادر الطبية الأزمات بمستوى النظر لمكتب حقوق الإنسان الأزمات مستمرة، تهديدات بعض شيوخ العشائر مستمرة حتى برفع السلاح والذهاب نحو الإقليم، كلام الشباب والناشطين بالعودة إلى الشارع وعودة الاحتجاجات والتظاهرات. أرجع لك بعد قليل سيد مهدي، خليك وياي من فضلك، أروح للسيد محمد المنصوري النائب عن محافظة البصرة. سيد محمد آسف على التأخير، أهلا بك. حياك الله أخي. يا هلا ومرحبا. زملائك أربعة من نواب البصرة علقوا عضويتهم في مجلس النواب، قبل ذلك 25 نائب
كلكم نواب البصرة هددت بتعليق عضويتكم من مجلس النواب، لكن فقط 4 هم اللي علقوا عضويتهم. مطالبتكم واضحة، نريد وزير من البصرة في كابينة السيد عادل عبد المهدي، مو هالشكل؟ إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كريمة وضيفك الكرام. أخي العزيز، أنت تحدثت قبل قليل وقلت أنه 4 نواب من محافظة البصرة علقوا عضويتهم. الأخ الفاضل بقية النواب كانوا في زيارة الأربعين في خدمة السيد ومولاي أبي عبد الله الحسين، وقسم منهم متواجد في العاصمة بغداد، والوثيقة شربت قبل أنه تكمل تواقيع الجميع. الجميع متفقون على تعليق العضوية في حالة عدم استئجار محافظة البصرة لوزارة أو وزارة. أنا عندي هنا مشكلتين وياك سيد محمد. أول مشكلة قانونية، ماكو شيء بالدستور يسمح لك بتعليق العضوية كنائب في مجلس النواب. حضرتك من ما تروح إلى جلسة مجلس النواب تعتبر غايب، المفروض يتم قطع من راتبك، هاي أولا. ثانيا، أنا ما أعتبر هذا موقفكم إنساني، أعتبره موقف سياسي. أكو 118 حالة تسمم في البصرة، هاي المفروض تقاطعون عليها مجلس النواب، لا بل تنتفضون على مجلس النواب. أكو بطالة بالبصرة مو على مود وزير. لا بس اسمح لي اكمل الفكره اذا تسمح لي سيد محمد. 3 وزراء في حكومه السيد حيدر العبادي ايش قدموا له البصره؟ 118 حاله تسمم. اخي العزيز، هي مشكله اذا ما تسمح لي احكي. انت كنت من المراقبين من وزارتكم الشرقيه النوز، من الاذاعات المراقبه الحدث. استضفنا وزيره الصحه في مجلس النواب مع وزير المواد المائيه، وصارت مطالبه ملحه، وناس جابوا يعني جابوا مدير مالية جهاز إطلاقات المائية من قلعة صالح، والعتبة العتبتين المقدستين يعني قطع معروض. الجميع مستنفر لحل أزمة المياه. حصلت محافظة البصرة على مبالغ موجودة حاليا. السيد المحافظ قاعد يعجل كشوفات لحالة المشاريع الماء على شركات رصينة لعدم وقوع بنفس الأخطاء التي وقع فيها المحافظ السابق. بالنسبة للخط الناقل للماء من غضاء الفرنة أو بالأحرى من الهدامة إلى مركز محافظة البصرة، هذا محال تقريبا، أو شكح البدء إن شاء الله بالعمليات. وبقية المشاريع التي تخص الماء على شط العرب إن شاء الله. بالنسبة للمشاريع لا تنجز في يوم ما ليلة أخي العزيز، هاي مشاريع دراسات وتصميم وتنفيذ، ف 100% تستغرق بعض الوقت. سيد محمد، شو تسوون بالوزير هسه؟ هذا الكلام مع كل احترامي لكلام حضرتك، أنا أمام واقع 118 ألف حالة إصابة مع بطالة مع أزمات أخرى. اتركني من ما يتعلق بالمياه، المياه مشكلة صغيرة ترى من أزمات البصرة. أنتم الآن مقاطعين جلسات مجلس النواب سيد محمد، مقاطعين جلسات مجلس النواب، ليش؟ شو تسوون بالوزير؟ لا ما غير مقاطعين لحد الآن. جلسة مجلس النواب يوم 6/11 قبل شويه قلت حضرتك حنقاطع، وكنا متفقين على المقاطعه. سوف نقاطع اذا لم ننصف، سوف نقاطع اذا لم تنصف محافظه البصره باستئذانها احدى الوزارات. اخر اذا صوت بالسلطه التنفيذيه اضافه للسلطه التشريعيه. السلطه التشريعيه بها 25 نائب بالمقابل بالكابينه الوزاريه ب 22 نائب، يريد لنا صوت حتى ينقل معاناتنا الى السلطه التنفيذيه مباشره. هذا البصرة 4 مليون بشر بيها. البصرة صاحبة الكفاءات، البصرة أم الاقتصاد، البصرة لا تجني من اقتصاد. واضح سيد محمد، دول الغبار والأمراض. شكري لك شكر جزيل، ونرتقب اللقاء مع حضرتك هنا بالاستوديو. السيد محمد المنصوري النائب عن محافظة البصرة، شكرا جزيلا. سيد مهدي، عندي وياك دقيقة من فضلك، الحجز مع يعني بالحجز الأقمار بقى بي دقيقة واحدة. أكو تظاهرات، الشباب والناشطين يستعدون إلى الخروج بتظاهرات نتيجة بقاء الأوضاع على ما هي عليه. في التظاهرات الماضية أو بعد انتهاء التظاهرات الماضية حقيقة كان أكو إرهاب بالبصرة، أكو اعتقالات واعتقالات بدون أوامر قضائية، وما أعرف إذا أكو بعد معتقلين الآن في المعتقل إلى الآن، وأكو كانت سيارات مظللة وسيارات بدون أرقام وأخرى تحمل رجال مسلحين. هاي المشاهد موجودة ما زالت في شوارع البصرة؟ لا، اليوم البصرة يعني الحمد لله الأوضاع أفضل من ناحية الأمور الأمنية، ولكن الاستعدادات للتظاهرات نعم هناك تنسيقيات
تعمل على الإعداد لتظاهرات للمطالبة بالخدمات وخصوصا الماء وفرص العمل. المكتب يراقب بصفته التي منحها إياه القانون. لدينا اليوم حقيقة 9 معتقلين و2 بقضايا جنائية أيضا على التظاهرات، يعني حوالي 11 معتقل لا يزالون موقوفا في على ذمة التحقيق. المكتب يتابع هؤلاء، الحمد لله سيطلق سراح قسم منهم في الأيام القليلة القادمة. ومع ذلك المكتب يتابع على جانبين، يتابع التنسيقيات ويتابع الحراك الموجود، ويتابع ما يجري بين في الأجهزة الإجرائية والتحقيقية مع القضاء ومع الادعاء العام ومع حقيقة محكمة قضايا حقوق الإنسان في البصرة. نعم، شكري لك سيد مهدي التميمي، شكرا جزيلا، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، شكرا جزيلا. ضرائب فادحة تفرض على استيراد الكتب للعراق. أثار الرأي العام في الأيام القليلة الماضية قيام مديرية الجمارك العامة بفرض ضرائب كبيرة على الكتب المستوردة، وهذه سابقة خطيرة تحدث لأول مرة. طبعا لدى تقصينا الخبر عن حجز حاويات كتب مستوردة في ميناء قصر الجنوبي، نفت دائرة الجمارك بالبداية أنها فرضت ما نسبته 15% من قيمة الكتب المستوردة كضرائب على المستورد. فراجعنا الناشرين فأكدوا الخبر وعليه عدنا للجمارك، فتخيلوا ماذا كانت الإجابة. قالت فعلا هنالك ضرائب لكن ليست 15%. سألناهم وش قد إذن؟ 200%. وهذا أمر عجيب، كيف هذا والكتاب أصلا من المفترض أنه معفى من الرسوم والضرائب الجمركية؟ فأجابوا أن هذه الضريبة فرضت من مطلع الشهر الماضي من قبل وزارة الصناعة. وحقيقة هذا الجواب بحد ذاته لغز، ما هي علاقة الصناعة بالجمارك وبالكتاب؟ نناقش هذا الموضوع مع السيد مكي الكليدار الناشر العراقي هنا معنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر الهاتف معاون مدير الدائرة القانونية في الجمارك السيد أحمد جاسم. سيد مكي أهلا بك، سعيد بلقائك، شكرا لحضورك، تفضل استريح. يا هلا مرحبا، أهلا بك، الله بالخير. الله بالخير والسهولة. الحديث عن ثمان حاويات شحن محملة بالكتب محجوزة في ميناء أم قصر الجنوبي، 5 حاويات أخرى على ظهر باخرة راسية في الميناء. فعلا هاي الأعداد دقيقة؟ فعلا هذا الحجز حاضر وليش؟ والله هذا اللي سمعناه تقريبا يعني بالأنباء واللي دولتها كله أصبح شيء شائع ومؤكد، يعني أنه شنو السبب؟ أكو حاويات، أكو حاويات بآلاف الكتب موجودة في ميناء أم قصر الجنوبي. اللي طاق سمعنا أنه محجوزة بسبب فرض رسوم، مثل ما أنت تفضلت بتقريرك الكلام على الضرائب والجمارك. والعجيب في بلاد يعني موسوم هو بالثقافة والقراءة أنه يفرض رسوم على الكتاب المستورد. بلد اللي يفتخر أنه المأمون أسس دار ترجمة ويفتخر أنه كانت أولى الكتب والنشر فيه، يفرض رسوم على الكتب المستوردة. على الكتب المستوردة يفرض رسوم على ثقافة المجتمع، هذه هي المشكلة. على كل الكتب أدبية كانت علمية بغض النظر، وحتى المصاحف حتى القرآن عليه فرضوا لم يحدد على الأقل يا سيدي الفاضل في كل الدول هنالك سياسات ضريبية وجمركية متفق عليه، لكنه هذه السياسات تكون معلنة مسبقا، مو يفاجئ بها المستورد أو الناشر، وهي على أرض الميناء. بعدين هذا المفروض أنتوا تبلغتوا أنه الضريبة نسبتها 15%، هذا ما قيل. أنا هسه بس أنتظر يعني يتم الاتصال مع السيد أحمد جاسم، لأن الحديث أخذ غير مجرى، أخذ غير أبعاد، يقول لك لا مو 15%، حديث عن 200%. السيد الفاضل، عادة السياسة الضريبية والجمركية في كل البلدان، وخاصة احنا اليوم بلد برلماني، المفروض هذه السياسة تحطها لجنة اقتصادية وتدرس وتعلن وتقر، مو فجأة يعني اليوم يتم تطبيقها. اليوم انت تسمع مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية جزء من البرنامج الانتخابي يعلن يقول اني هاي السياسة الضريبية، راح ازيد الضرائب، راح افرض الضرائب، راح اقلل الضرائب، هيك راح يكون مستوى الضرائب، هيك يكون مستوى الجمارك. هذا الشيء المفروض يكون معلن. احنا القرارات اجتهادات كيفية، ما علاقة
الضرائب بالجمارك بالصناعة. الصناعة تدخلت كصناعة كتاب. لا هي القضية قضية حماية المنتج. وهنا أنا أسأل، هل الكتاب يعتبر أو يقاس أو يعامل كالطماطة كالمنتجات لا يا سيدي الغذائية الأخرى؟ المفروض الكتاب هو منتج حتى عالمي، لا يعتبر حتى محلي، والمفترض أن هناك معاهدات أممية ووثيقة عند الأمم المتحدة موقعة ومتفق عليها ومقررة في الميثاق الأممي تسمح بحرية تداول المعلومات، وجزء مهم حرية تداول المطبوعات. فبالتالي من أني أجي أفرض 15% أو 200%، معناتها أنا انتهكت بند مهم في ميثاق الأمم المتحدة، مو هالشكل؟ المفروض حكوماتنا المتعاقبة يعني ترتقي بهذا المستوى. هذا المستوى أيام النظام الدكتاتوري ما كانت مفروضة هذه النسب من الجمارك العالية على الكتب والإصداريات والنشريات والدوريات، ومثل ما تفضلت حتى المصاحف. المشكلة أنت ممكن تسوي حماية للكتاب المؤلف أو المطبوع في العراق، لكنه اليوم إحنا حتى الطباعة في العراق تعاني، الناشر العراقي يعاني، الكتاب حرية التأليف أو حرية التعبير عن الرأي اللي كتب الكاتب في كتابه سواء كانت نظرية علمية أو ثقافية أو أي إصدار، هذا يحمل أفكار الناس اللي كتبوه، فبالتالي هو ما له علاقة في سياسة البلدان نفسها. لأنه إحنا ممكن أقرأ لكاتب مصري أو جزائري أو حتى أمريكي، أمريكي جنوبي، أفريقي، آسيوي، أوروبي، هكذا العالم اليوم تتلاقح به الأفكار. المفروض إحنا ماكو حدود على الرأي، على الفكرة، على الإبداع اللي موجود. المفروض أكو دعم. اليوم عندنا 8.5 مليون أمي في العراق لا يعرف القراءة والكتابة. المفترض هناك دولة وهناك مؤسسات حكومية هي من تأتي بالكتب مجانا حتى العراقي يقرأ. بس أنت وديتنا إلى جانب إلى آخر. جانب آخر وحرجع لك عليه إن سمح الوقت. خلي أروح للسيد أحمد جاسم، معاون مدير الدائرة القانونية في الجمارك العامة. سيد أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا. الحديث عن 8 حاويات في ميناء أم قصر الجنوبي محجوزة، 5 حاويات أخرى على ظهر باخرة راسية في الميناء محجوزة. ليش هذا الحجز هذا أولا؟ شنو قضية الضرائب التي فرضت على الكتاب المستورد علمي أدبي حتى المصاحف؟ الحديث عن 15%، لكن من تحدثنا وياكم حدثتونا عن نسب أخرى، أتمنى توضح لنا يا حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ومشاهديك الكرام. يا أهلا ومرحبا. في البداية نود أنه ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المعلومات لا سيما التي تخص العمل الجمركي. نعم. من أهداف الجمارك ومن صلب اختصاصها هو مكافحة التهريب، وهي حالة الصد الأول لحماية المواطنين من البضائع التالفة والمغشوشة، وكذلك حماية الأمن الداخلي من خلال حماية المنتجات المحلية من سياسات الإغراق وبوسائل منها فرض الرسوم الإضافية. زين. أما فيما يتعلق بالحاويات فلم ترد إلى الهيئة الجمركية سوى حاوية واحدة. فقط واحدة. لم تقدم أي معاملة جمركية للدائرة الجمركية سوى معاملة حاوية واحدة فقط. هاي محجوزة هاي الحاوية. هاي موجودة عندنا محجوزة. ليش حاجزيها؟ رفض صاحب العلاقة إنجاز المعاملة. على النسبة، اعترض على النسبة التي فرضت على الكتاب المستورد. ايش قد النسبة سيد احمد؟ النسبة عندنا 15% حسب قانون التعريف رقم 22 سنة 2010، وهذا معمول به. حسب اي قانون؟ قانون التعريف الجمركية رقم 22 سنة 2010، هو هذا القانون. هذا من هاي ال 15% من اي وقت معمول بها؟ معمول بها من سنة 2012. هذا الكلام عند الناشرين مو دقيق، يقول لك تفاجأنا بفرض هذه الرسوم الجمركية خلال الأيام القليلة الماضية، يقول لك الكتاب كان معفى من الرسوم الضريبية، الآن فرضت هاي النسبة. صحيح، الكتب كانت معفية، لكن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2017 اللي قسم الفئات الرسوم الجمركية أو الفصول إلى 4 فئات. الكتب المدرسية انفرض عليها رسم جمركي بنسبة 15%. زين. الكتب العلمية المستوردة. نعم تفضل. نعم. أما الكتب المدرسية، الكتب المدرسية معفاة حسب قرار رئيس الوزراء رقم 347. زين. كتاب مدرسي معفي بموجب القانون. زين. نعم. هسه هاي بخصوص ال 15%، مو هيجي؟
15% الكتب العلمية. 200% ال 200% شنو هاي؟ وزارة الصناعة 200%. وزارة الصناعة شنو علاقتها بالموضوع؟ ال 200% مثل ما قلت لك واجب الجمارك هو حماية الصناعة العراقية، حاط الصف الأول لحماية الصناعة العراقية والمنتجات العراقية. فمن ضمن الصناعات العراقية هي المطابع ودور النشر. زين. دور النشر تعاني من الإهمال والكساد. زين. لذلك ارتأت وزارة الصناعة والمعادن فرض رسوم إضافية على الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية والثانوية بنسبة 200%. فقط على فقط على الكتب المدرسية. فقط على الكتب المدرسية. يعني مو على يعني مو على الأدبية ولا على العلمية ولا على المصاحف. لا 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 هاي 15% هاي 15% اها ال 200% على الكتب المدرسية لتشجيع الطباعة في 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 الداخل في المطابع العراقية وهذا من واجب الجمارك احنا نشجع الطباعة على ال داخل البلد. الحديث عندنا غير معلومات سيد احمد، انا تاخرت على سيد مكي بالحوار لكن عندنا غير معلومات. ال 200% مو فقط على الكتب المدرسيه، حتى تشمل الادبيه والعلميه وسيجري تطبيقها قريبا. اكد لي او انفي لي من فضلك. استاذ العزيز لا توجد اي رسوم جمركيه اضافيه عدا اللي قلت لك عليها، 15% فقط على الكتب المستورده، وهذا تخضع لتسعيره بالهيئه العامه للجمارك. التسعيره تتباين بين كتاب الى اخر. فمن غير المنطقي انه اسعر كتاب مثل الكتب الهندسيه مثل ما اسعر كتب الطبخ، او كتاب صغير مثل ما اسعر كتاب كبير. فنسبه رسم وسعر قيمه الكتاب تختلف من كتاب الى اخر. خليني اشكرك السيد احمد جاسم معاون مدير الدائره القانونيه في الجمارك العامه، شكرا جزيلا. هل كان عندي تعقيب عليك؟ يلا تفضل. المشكله احنا بنقول 15% و200%، الاساس المية المقام اللي احنا بدنا ناخذ عليه 15% المية منين جايه؟ منو اللي يقيمها؟ اذا هو الكتاب يعني مطبوع او مؤلف بالخارج، اذا كان كتاب علمي او كتاب ثقافي ادبي او كتاب ديني مثل ما تفضلت حتى يكون مصحف. المفروض اكو جهات متخصصه تتابع هاي المطبوعات، تتابع هاي العناوين، شنو المسموح به؟ شنو المرغوب به؟ اللي نتفاجئ من عنده كلام الاستاذ يتفضل يقول انه الكتاب المدرسي عليه ضريبه 200%. طيب انا اذا ادحم المنتوج المحلي ليش الكتاب المدرسي اسمح انه يطبع برا؟ الكتاب المدرسي كتاب محلي، هو هذا اللي يساعد دور الطباعه ودور النشر انه تطبع هنا محليا، ليش اسمح هاي الكتب تجي؟ احنا اليوم 90% الكتب، يقول الكتب الابتدائيه، احنا لو راجع كل كتب الابتدائيه تلقاها طبعت في مطابع وزاره التربيه مثلا وفي مطابع وزارة التربية، وإذا هي مستوردة وعليها رسم 200% فقط انكتب طبعات في مطابع وزارة التربية. إذا احنا نحتال على القانون مرتين، احنا نحط القانون حتى نحتال عليه مرتين، المرة الأولى نحط رسم ونغالبي وباسم الكتب المدرسية مثل ما تفضلت يطبق على غير فقرات، والمرة الثانية نجي نقول انه ده يطبع بالخارج واحنا نقول عليه طبعة في مطابع وزارة التربية. الحديث يطول، شجون كثير. إن لقاء ويا حضر تقريبا سيد مكتب الإدارة الناشر العراقي، شكرا لحضورك، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا. يا النازر الكركوك مر على البصرة، متعادل الأزمات حسرة على حسرة، وتقاطع الجلسات تلعب على الليش، تفتحها باليكات تقفل بدوشيش، ميت على التعيين والبترودولار، ما يهمني بالجلسات يا كتلة تختار، بابل شلون عاد أنشد على الآثار، لوحة برخص تنباع أردفها مصار، بابل صفت بالضيم لا زرع لا ماي، تنشد على الآثار يلتحشي وياي، متعجب بدنياك هربة ولوحة، حتى السمك بالماي طلع وروحة. تحية طيبة، أنا محدثكم علي عماد ومن معد البرنامج حسين سعدون، إلى اللقاء.